أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز وأهم العناوين. إطلاق الأنشطة الرياضية في المناطق الجنوبية. دولياً مليار طفل معرضون لمخاطر مرتفعة جراء أزمة المناخ في العالم. أهلاً بكم. تواصل وزيرة الشباب والثقافة الدكتورة هبو مؤمن عصوة جولتها في الإقليم أبخ، حيث توجهت الوزيرة إلى ناحية وادي للوقوف التي تبعد عفواً حاضرة الإقليم نحو 40 كيلومتر. وكان الهدف زيارة الوزيرة إلى الناحية تدشين مركزاً مجتمعياً مسقراً، وحظيت الوزيرة والوفد المرافق لها باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل أهالي ناحية وادا. وعقب التدشين الرسمي عقدت الوزيرة اجتماعا مهما مع أهالي الناحية للوقوف عن قرب حول الأوضاع المعيشية في الناحية. وتأتي زيارة الوزيرة إلى إقليم أبخ والنواحي التابعة له في إطار جولتها التواصلية والتعارفية إلى المناطق الداخلية الخمسة، عقب أن تم تعيينها وزيرة للثقافة والشباب. وقامت الوزيرة بجولة تفقدية إلى مختلف مرافق التي يتألف منها مركز التنمية المجتمعية التي تم افتتاحها خلال هذه المناسبة. وعقب ذلك عقدت الوزيرة اجتماعا مع أهالي وشباب الناحية، حيث طالب أهالي وادا من الوزيرة بضرورة توفير دورات تدريبية حول الخياطة لصالح الفتيات وتعزيز الأنشطة الثقافية ومحاربة البطالة في الناحية، مشددين على أهمية هذه الزيارة للاطلاع عن قرب على الأوضاع المنطقة بشكل عام والمشكلات التي تواجه الشباب بصفة خاصة في ناحية واتا، وخصوصا فيما يتعلق بنقص المرافق الرياضية والثقافية والتنموية. وفي مداخلة للوزيرة قدمت الشكر والعرفان للأهالي على حسن استقبال وكرم الضيافة، وأشادت بالروح المعنوية العالية لأهالي ناحية واتا. نتابع. waruno de meel badan ba soo marnay marka maanta waxay maalintii aanba waxay weekankii aan maraynay ubux اولا اسمحوا لي ان اتقدم بجزيل الشكر لمجمل المجتمع القاطن في اقليم حيو على حسن الاستقبال وكرم الضيافه، واشيد بالتنوع الاجتماعي والمحبه والوحده التي يتمتع بها الشعب في اقليم ابخ، حيث ان هذه الزياره شكلت بالنسبه لي فرصه هامه لاكتشاف هذه الاشياء القيمه والجميله، وإنني سعيدة جدا لبقائي في المحافظة لمدة 3 أيام. وإن مركز التنمية المجتمعية يعد موقع هام لجميع الشباب بمختلف الأعمار، حيث أن العقال والأعيان وأصحاب الخبرة سيعملون إلى جانب الشباب لدفع عجلة التنمية ونقل تاريخ بلادنا للشباب، حيث أن هذه المنطقة تتمتع بتاريخ عميق لبلادنا. وسنعمل على دعم الشباب الذين يرتادون مراكز التنمية المجتمعية في الإقليم بهدف تعزيز الاندماج المهني، وسنسعى من أجل أن ينتج من برنامج إعادة التأهيل المهني فرص عمل متنوعة، ويمكن للشباب المشاركة في هذا البرنامج. كما سنعمل من جانبنا بغية يستفيد الأهالي القاطنين في الإقليم والنواحي التابعة لها من البرامج التنموية المتنوعة، وبدوري سأنقل الشكاوي إلى الجهات المعنية لتلبيتها بأسرع وقت ممكن. أجدد شكري للجميع.
وخلال هذه الزيارة أقيمت أمسية غنائية وموسيقية محلية وعالمية، شارك فيها فرق فنية منحدرة لإقليم أبخ والنواحي التابعة لها. وجرت هذه المناسبة بحضور الوزيرة طبعا وشخصيات مدنية رفيعة المستوى من الإقليم. وتندرج زيارة وزيرة الشباب والثقافة إلى إقليم أبخ في إطار زيارتها التواصلية للمنطقة والنواحي التابعة لها. هذا وقدمت الفرق الفنية المختلفة رقصات وأغاني شعبية تجسد أهمية التضامن وروح الأخوة في ربوع البلاد. عقب النسخة الأولى من السباق الثلاثي للرياضيين من المناطق الشمالية، أطلقت أمانة الدولة المكلفة بالرياضة وبالتعاون مع وزارة اللامركزية تحدي جنوب جنوب، وذلك في حاضرة إقليم علي سبيح. ويعرف السباق جنوب جنوب على أنه سباق يتكون من عدة أنواع رياضية مختلفة، من بينها كرة الطائرة وكرة السلة ورياضة الجري، ويتم ممارستها بالتسلسل. هذا وحظي أمين الدولة المكلف بالرياضة باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل السلطات وأهالي وشباب منطقة علي سبيح. وشارك في هذه المنافسات فرق فنية منحدرة من الأقاليم الجنوبية أي عرتا وعلي سبيح ودخل. وتجر إشارة إلى أن الجهود تحقيق عملية المركزية على مستوى الرياضة تندرج ضمن سياسة رئيس الجمهورية السيد معلم مرجيل لترقية الرياضة الوطنية. وانطلقت المنافسات في رياضة الكرة الطائرة في مجمع الرياضي لإقليم علي سبيحة، وجمعت المباراة بين فريق منحدر من إقليم دخل ونذيره علي سبيحة. وتهدف هذه المسابقات إلى اكتشاف المواهب الشابة بهدف دمجها في فرق محترفة ليمثل البلاد في المحافل الدولية والإقليمية. وعقب ذلك شارك الفرق المشاركة مباراة كرة السلة إضافة إلى مسابقات الجري. وعقب ذلك نظم في مجمع الرياضي لإقليم علي سبيح مناسبة مكرسة لتوزيع الكؤوس والجوائز والميداليات للفرق الفائزة في منافسات تحدي جنوب جنوب، وذلك بمشاركة أمين الدولة المكلف باللامركزية ووزير التجارة والسياحة وسلطات مناطق الجنوبية. وجرت هذه المناسبة كما أشرنا شخصيات بحضور شخصيات مدنية وعسكرية رفيعة المستوى. وكان هدف من هذه المنافسات فرصة لأمين الدولة للاطلاع عن قرب حول مستوى الرياضة في المناطق الجنوبية. أمين الدولة المكلف بالرياضة ألقى كلمة طافية أشاد فيها بالأداء المميز الذي قدمه الفرق المشاركة في تحدي جنوب جنوب، مشددا على ضرورة تنظيم مثل هذه المباراة أو منافسات. نتابع. بعد نحو أسبوع من تجورة نحن اليوم في علي سبيح كما وعدناكم لهذا التحدي الرياضي. وتجمع هذه المنافسات الرياضية المتعددة شباب عرتا ودخل علي سبيح التي تستضيف هذه التظاهرة. لقد تابعنا فعاليات رياضية متنوعة منها كرة السلة وكرة الطائرة إضافة إلى سباقات مختلفة. لقد اطلعنا اليوم عن قرب على أداء الشباب العدائين من علي سبيح وكذلك فريق المنطقة في مجال كرة السلة، ولا ننسى كذلك الاستعراض الرائع لفريق إقليم الدخل في مجال كرة الطائرة. وأشيد بهذا الفريق كذلك قدمت عرتا فريقا رائعا رغم أنه لم يحقق الفوز الذي كان يأمله. وبهذه المناسبة أقول مبروك لكافة الجمعيات التي أسهمت في إقامة هذه الفعاليات الرياضية. وللعلم فقد كنا بالأمس في علي عدي
التابعة لإقليم علي سبيح، حيث حظينا باستقبال حار وحفاوة كبيرة من قبل شباب هذه الناحية. وقد اختتمنا دوري كرة القدم الصيفي بالشراكة مع وزارة الدولة للامركزية، وفي هذه المناسبة برفقة زميلي وزير التجارة السيد محمد ورسم الديري، بالإضافة إلى والي المنطقة ورئيس المجلس الإقليمي، إلى جانب والي منطقة الدخل السيد آدم موسى وشخصيات أخرى بارزة. نظم في مركز الكفاءة في المهن يوم مساء يوم أمس يوما مفتوحا، وذلك في أروقة المعهد الإفريقي في جيبوتي. وشارك في هذه المبادرة الشخصيات الراقبة في التدريب على تجارة الموانئ والخدمات اللوجستية والنقل، وتعتبر البنى التحتية المينائية في جيبوتي الأحدث والأكثر كفاءة في شرق إفريقيا. وتشتد المنافسة بين الشركات العاملة في هذا المجال، خاصة مع تزايد آفاق النمو والطلب في القطاع بشكل كبير. ويركز مركز التحسين المهني على جودة الخدمات التي سيتم تقديمها من خلال اعتماد الإدارة الجيدة، مع استخدام أيضا أحدث الأدوات المتطورة في مجال النقل واللوجستيات في الموانئ. وتتطور قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والنقل باستمرار، هذا ويلزم الشركات باستمرار بتعزيز تنمية قدرات موظفيها. مركز التطوير المهني هو مركز مخصص للتدريب المهني القصير المدى، يوفر دورات تدريبية في قطاع المهن محددة، خاصة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية والنقل، ويقدم دورات تدريبية ويقدم الدورات مدربون استشاريون متخصصون في هذا المجال. دوليا، كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة أن نحو 1 مليار طفل في العالم معرضون بالفعل من آثار أزمة المناخ لخطر شديد للقاية والتلوث. المزيد نتابع. تقرير إن كل طفل حول العالم عرضه لخطر واحد على الأقل من آثار أزمة المناخ اليوم، بما في ذلك الموجات الحرة والفيضانات والعاصير والأمراض والجفاف وتلوث الهواء. مبينا أن نحو 1 مليار طفل يعيشون في 33 دولة يواجهون 3 أو 4 تأثيرات في وقت واحد، وتشمل هذه الدول الهند والنيجيريا والفلبين وجزءا كبيرا من إفريقيا جنوب الصحراء. ودعا التقرير إلى إشراك الشباب في جميع المفاوضات والقرارات المناخ، بما في ذلك قمة الأمم المتحدة 26 COP في كلاسكو في نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن تأثيرات الأزمة المناخ غير منصفة للغاية ومن المرجح أن تزداد سوءا. ووجد تقرير أن 920 مليون طفل معرضون بشدة لندرة المياه، و 820 مليون للموجات الحرة، و 600 مليون للأمراض المنقولة بالنواقل مثل الملاريا وحمى الضنك، والتي من المرجح أن تزداد سوءا مع انتشار الظروف المناخية مناسبة للانتشار البعوض والمسببات الأمراض. وقالت المديرة التنفيذية ليونيسيف لأول مرة يقدم هذا التقرير صورة كاملة عن مكان وكيف تعرض أطفال لتغير المناخ، وهذه صورة رهيبة بشكل لا يمكن تصوره، موضحة أن أطفال المعرضون بشكل الفريد لمخاطر المناخ مقارنة بالبالغين يكون أطفال أقل قدرة على النجاة من أحداث الطقس القياسية. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن إصغائه والمتابعة.